السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل الرقاق الناشف بطريقة حلوة جدا وبدون فرن. بصوا مورق ازاي وجميل وطري جدا. بس اللي اول مرة يشوف القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس ويعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات توصلك اول باول وكله يستفيد منها. هنشوف طريقتنا النهاردة في الرقاق. طريقة حلوة وبدون فرن، مش هنحطها في الفرن. ويلا نشوف هنعمل ايه فيها. وزي ما قلت لكم اللي يشوف في القناة أول مرة ما ينساش ان هو يشترك عندي، وطبعا ما تنسوش اللايك. يلا بقى نشوف هنعمل ايه فيها، وهنعملها من ألف للياء. انا كده معايا طاسة هحط فيها زيت، هنعمل العصاج بطريقة حلوة وبسيطة ومش صعبة خالص. اهو انا عاملة فرمة بصل في الكبة. طبعا كل واحد حسب الكمية اللي هو يعملها يعمل البصل واللحمة، يعني حسب كمية اللحمة يعمل البصل. انا هشوح كده البصل كويس. هنزل باللحمة زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده اللحمة اتعصجت معايا وخدت لون زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. هحط كده ملح وهحط فلفل اسود واحط رشة قرفة رشة صغيرة مش كتير، واحط طبعا سبع بهارات معلقة صغيرة، وهقلب كل ده ببعضه تقليبة حلوة لحد ما اللحمة تتشرب من التوابل اللي انا حطيتها. وبكده يبقى خلاص اللحمة خلصت معايا، خدتش وقت خالص وسهلة واي حد يعملها، وخصوصا البنات الصغنانين اللي لسه بادئين في المطبخ سهلة جدا عليهم. هجيب بقى صينية هدهنها سمنة بلدي، ممكن تدهنيها زيت براحتكم، بس انا حابة افضل يعني السمنة. ولو عندك سمنة عادية مش بلدي برضك ممكن تدهنيها عادي. وهدهن كده الحيطان بتاعت الصينية. طبعا انا معايا طبق في شوربه اهي، الشوربه دي مش سخنه قوي دافيه. وادي الرقاق، ده الرقاق الناشف. ان شاء الله هعمل لكم فيديو مره بالرقاق الطري، او لازم كده احط عليه شوربه من ناحيتين واصفيه كويس واحطه في الصينيه. بصوا لازم اول واحدة دي يعني لو اتكسرت منكم مش مشكلة، زي ما اتكسرت معايا كده مش مهم، بس اهم حاجة يعني ما تبقاش مكسرة مقسومة اتنين او حاجة. ولازم ولو انتوا عندكم مثلا، اكيد عندنا رقاق، كلنا الرقاق اللي بنجيبه اكيد بنلاقي فيه مكسر. المكسر ده عادي حطوه في النص يعني ما فيهوش اي مشكلة خالص. اهو بصوا انا حاطة مكسر. انا طبعا هحط اربع رقاقات من تحت واحط اللحمة واحط اربعة تاني من فوق، يعني انا هحط في الصينية دي 8 رقاقات بس. في ناس بتحط 10 خمسة وخمسة، بس انا لا، انا ما بحطش خمسة، انا بحط اربعة من تحت واربعة من فوق. هنزل كده بالعصاج اللي انا عاملاه، افرد كويس في الصينية اهو. سهل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا، طريقة حلوة جدا. طبعا اللحمة دي الكمية اللي انتوا تحطوها دي كل واحد براحته، يحب الكمية يعني يحط الكمية اللي هو بيحبها.
ممكن برضو تحطوا فلفل الوان على اللحمه، بس انا برضو بصراحه مش حابه، اهو افرد كده واضغط كده كويس على اللحمه واسويها كويس. وهعمل الطبقة التانية برضو، هغرقها برضو كده وهنزلها في الشوربة زي ما انتوا شايفين كده، انا بعملها بالشوربة دي، شوربة لحمة، ممكن تعملها بشوربة فراخ عادي. اهم حاجة لو الرقاق مكسر معاكم زي ما قلت لكم مفيش اي مشكلة، بس اخر واحدة دي لازم تبقى سليمة. عشان بس تبقى شكل الصينية حلو. هنزل بقى كده اخر واحدة اهي معايا، هضغط بس بسيط كده عشان ما اكسرهاش، واحطها على البوتاجاز. انا هسويها على البوتاجاز مش في الفرن، بتبقى طرية وجميلة جدا وحلوة بصراحة، ما بتاخدش وقت، بس اوطي البوتاجاز خالص واعملها على نار هادية خالص وافضل كده ادية فيها. طبعا بصوا هي طرية على فكرة مش ناشفة، يعني طبعا احنا حطينا طبعا لما عملناها بالشوربة فهي الرقعة طريت معانا خالص، فانا هفضل الف في الصينية ما سيبهاش كده وامشي من جنبها، لا لازم ابقى واقفه قدامها وافضل الف فيها كده عشان ما تتعرقش مني. زي ما قلت لكم ما تنسوش لو عملتوها على البوتاجاز ان انتوا تسيبوها، بصوا النار واطيه ازاي، لازم ان انتوا تفضلوا تلفوا فيها كده لحد ما تستوي عشان ما تتحرقش منكم. هتقولي لي بقى هنعرف ان هي استوت ازاي، هقول لك ازاي. بصوا بقى انا هحط كده في الجناب سمنه عشان الاحرف دي ما تلزقش مننا، حاجه بسيطه كده بالفرشه خلاص كده، وافضل طبعا الف في الصينيه زي ما قلت لكم. اول ما اسمع بقى صوت الشكشكه، بصوا اهي تهزوها كده، اول ما تلاقوها اتهزت من مكانها وعملت صوت خشولة كده اعرفوا ان هي خلاص استوت وما فيش حاجة لازقة في ايه، في قعر الصينية او في الارضية بتاعت الصينية. انا كده هقلبها صينية اكبر شوية واروح قلبها عشان تبقى سهلة معايا. اهو خلاص انا كده قلبتها، بصوا ما شاء الله لونها ذهبي وجميلة جدا. انا هسيبها زي ما هي في الصينية دي كده، لان في ناس عندها مشكله في ان هي تقلب الصينيه تقولك مش بعرف والكلام ده كله، لا سهله جدا اعملها بنفس الطريقه دي هتعجبك ان شاء الله مش هتتبهدل منك. هحط كده سمنه في الجناب بتاعه الصينيه، هي كده كده اوريدي هتخش تحت الرقاق وهتسويها، اهو حطيتها على البوتاجاز وافضل برضو زي ما قلت لكم افضل الف فيها. طبعا في ناس بتحطي عليها شوربه وبتغرقها شوربه عشان تبقى طريه، لا ما فيش الكلام ده خالص، انتوا زي ما قلت لكم كده تبلوا بس الرقاقه وتحطوها في الصينيه ترصوها، وزي بنفس الطريقه دي كده. بصوا اول ما تسمعوا صوت الشكشكه ديت وتعرفوا ان هي اتحركت من مكانها خلاص كده استوت تمام. انا بقى هقلبها في الصينيه اللي هي كانت فيها اهو، سهلة جدا والله يا جماعة، جربوها ان شاء الله هتعجبك جدا، بس احنا وبنقلبها برضو نخلي بالنا اهو. خلاص بصوا ما شاء الله لونها جميل جدا، بصوا دهب ازاي. طبعا انا بعمل الحركة اللي انا بهز بيها الصينية دي عشان ايه ترجع كل حاجة لمكانها، بعملها كده بالسباتولا انزلها كده كويس عشان اظبط بس الصينية ويبقى شكلها حلو اهي. خلاص بصوا بقى انا غطيتها، التغطية دي انا بوريها لكم، يعني لو انتوا حابين تغطوها
يغطوها، بس انا مش هغطيها لان هي طريه، مش يعني مش مستاهله ان انا اغطيها، لكن لو حد عملها وطلعت ناشفه معاه يغطيها. وبرده الطريقه دي ممكن لو انتوا عاملينها في الفرن وطلعت ناشفه غطوها، بس تحطوا كبشه شوربه صغيره كده وتروحوا مغطينها، هتلاقيها طريت معاك على طول. لكن انا عشان هي طريه معايا فانا ايه مش هغطيها. بص هي سخنه حاجه بسيطه، انا سبتها بردت شويه، بس ما شاء الله طريه جدا. بص لونها عامل ازاي، زي ما قلت لكم وطوا النار عليها، هتلاقوها طلعت بنفس اللون ده، مش هتتحرق منكم ابدا، واسهل من الفرن. هي مش اسهل، هي اسرع من الفرن. خلاص انا كده قطعتها، هنطلعها بقى عشان نقدمها. واحنا وبنطلعها كده نخلي بالنا برضو ان بصوا هي طريه مش مستحمله، بصوا عامله ازاي لونها ما شاء الله تحفه وطريه جدا. خلاص كده بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله جميلة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا، بس بنفس الخطوات اللي انا عملتها. بصوا طريقة ازاي ومورقة جدا. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.